page 153. At the count of three, everyone. هذا الفيديو غادي نعطيو تعريف صغير على واحد الشخصيه، شخصيه اللي الا سولت اي واحد فيكم عليها يقدر تطيح له في بالو الحادثه ديال 11 سبتمبر. اسامه بن لادن من مواليد 1957 في الرياض في المملكه العربيه السعوديه. امه كانت سورية الاصل، وباه متعهد عصامي سميتو محمد عوض بن لادن. كان باه جا للمملكه العربيه السعوديه من حضرموت في الجنوب اليمن، البلاصه اللي السكان ديالها معروفين بالذكاء والحكمه والصبر وبالمواهب ديالهم المتميزه في عالم الاعمال. اسامه بن لادن هو الابن 43 من بين خوتو وخواتاتو اللي العدد ديالهم كاملين 53. الترتيب ديال اسامه هو 21 من بين 29 اخ. فاش تقتل با في الحادثه ديال تحطم الطائره كان اسامه مازال عنده 10 سنين. بن لادن في الصغر ديالو كان طفل مكالمي هادئ متحفظ، كيبقى بعيد من الدراري الصغار وما كيلعب معهم ما والو. بلا ما نساو نذكروا انه كان كيتمتع بالذكاء، كان شخص متاثر بالدين وكان كيحضر لقاءات دينيه ودراسه تلاوه القران، وهادشي حتى فاش كان باقي صغير. كيف ما ان بن لادن كان واحد من الناس اللي متعلقين بالام ديالهم بزاف واللي سميتها عليا غانم. هاد الاسم كان عند امه قبل ما تزوج بالراجل الثاني ليها، والاصل ديالها من عائله قرويه سكنت في منطقه اللاذقيه الساحليه في شمال الشرقي لسوريا. على الرغم من ان الاغلبيه ديال هذه المنطقه كانوا مسلمين علويين، الا ان ال غانم كانوا عائله سنيه. محمد بن لادن الاب اسامه كان تعرف على الجميله عاليه في رحله عمل كان دارها اللاذقيه في عام 1956، ومن بعد بوقت قصير ولات عاليه هي الزوجه الرابعه لمحمد. وباش ما نساوش واحد الحاجه، اسامه بن لادن هو الابن عاليه الوحيد واللي كان كيحترمها وكيبغيها لاعلى درجه. في 1998 حاولت الحكومه السعوديه تستغل الاعجاب الشيخ بن لادن بالوالده ديالو لمصلحتها، ونقلتها على متن طائره نفاثة خاصه لافغانستان للامل باش تنجح في توقيف ولدها على المواصله في الجهاد وتقنعه باش يرجع للمملكه العربيه السعوديه. ولكن المهمه ديالهم فشلات. يقولوا ان اخر لقاء بالام وولدها كان في يناير عام 2001، وتحديدا في واحد الحفل ديال الزواج ديال ابن بن لادن والابنه ديال ابي حفص المصري، واللي كان معروف على عالية انها كانت متبعه ومهتمه بنشاطات ولدها لدرجه انها محتفظه بالصحف اللي كتذكر فيها وكتتبع القنوات الفضائيه اللي كتنقل الاخبار على ولدها. بن لادن كان مولف يدوز العطله الصيفيه مع الخال ديالو الناجي في اللاذقيه اللي كان تعرف على بنته نجوى غانم، هو عنده 17 عام اللي ولات من بعد مراته الاولى وكانت في عمرها 14 فاش تم الزواج ديالها. من بعد انتقلت مع الشيخ بن لادن للمملكة العربية السعودية وولدت مع 11 طفل. بن لادن قرا الدراسة ديالو الابتدائية والاعدادية والثانوية في مدارس جدة، وقرا من بعد الاقتصاد وادارة الاعمال في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وخد شهادة البكالوريوس. وخلال قرايته الجامعية التحق الشيخ بن لادن لدراسة التيارات الإيديولوجية الإسلامية السائدة، وتعلم على يد أبرز العلماء من أمثال محمد قطب والدكتور عبد الله عزام. الزواج ديال بن لادن على سن مبكر اللي هو 17 كان من بين الأشياء اللي خلاته يكون كينتقل بزاف بالخصوص بين لندن، باريس، جنيف ومانيلا. ولكن واحد من خوتو كيقول على أنه زار لندن في سن 13 أحد البرامج الصيفية لتعلم اللغة الإنجليزية. محمد بن لادن اللي هو الاب كان كيستضيف اعداد كبيره من الحجاج اللي كيكونوا متوجهين لمكه المكرمه في كل عام. وبعد ما مات قرروا جوج من ولادو اللي كبار يديروا نفس الشيء، وكانت صفوف الحجاج كتضم العلماء والمفكرين المعروفين في الاسلام. هادشي خلى بن لادن يكون عنده حماس كبير باش يتلقى بهم ويهضر معاهم، وتاثر اثر كبير بجوج منهم. الاول هو محمد قطب، الاخ سيد قطب اللي كيعتبروا بعض المحللين الاب الروحي للمجموعات الاسلاميه المتطرفه. والرجل الثاني اللي هو عبد الله عزام، عقائد الجهاد في افغانستان وصاحب الشخصيه المؤثره في صفوف الشباب المسلمين في الثمانينات. هاد الجوج كانوا كيعطيو محاضرات في جامعه جده كيقريو الثقافه الاسلاميه باعتبارها مقرر الزامي لكاع الطلاب.
بالحق هاد الجوج هادو شنو هو التأثير اللي عطاه الأسامة بن لادن، بالخصوص عبد الله عزام؟ تلقاو في الحلقة الجاية.